مثلا كيكون قريب العرس ديالها، مثلا ما بقى ليه والو، كتبغي تزاد دغيا، اولا كتبغي تحضر في شي عرس، تلبس تكشيطه تجي معاها تبان فيها، فكتقول كعطيني شي حاجه اللي غادي تزيدني في ظرف اسبوع. لا انا بغيت نغلط، ولكن المشكله ديالي ما عنديش الشهيه، ونقدر ناكل مره واحده في النهار، نقدر ناكل غير شي تميره ندوز بها النهار كامل، ما كنحس لا بجوع لا حتى شي حاجه. بغيتي ديري وصفه طبيعيه مع السيرو اهديريها. اهلا وسهلا البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في قناتي، او مرحبا بكم كذلك في فيديو جديد وموضوع جديد. والموضوع ديال اليوم غادي نهضر فيه على بعض الاسئله، ولا غادي نجاوب على بعض الاسئله اللي كتعلق بالزياده في الوزن. دونك بزاف ديال الاسئله كيوصلوني، انا اليوم ان شاء الله غادي نجاوب عليهم باش كلشي يستافد ان شاء الله. فإلا كنتي اول مره كتشوفيني وباقي ما شاركتيش في القناه، اشنو كتسناي؟ شاركي في القناه باش يبقى يوصلك الجديد ديالي ان شاء الله، وباش لا فامي ديالنا تكبر. يلا دابا بركي على داك ديال الاشتراك اللي كيكون اسفل الفيديو، باش هكا تنضمي للعائله ديالنا. ما تنسيش انك تدوزي عندي الانستغرام ديالي وكذلك الواتساب، راه غادي تلقاي النمره ديالو في صندوق الوصف. بين الاسئله اللي كيوصلوني بزاف هي رشيدة، انا بغيت نغلط، ولكن المشكله ديالي ما عنديش الشهيه، ونقدر ناكل مره واحده في النهار، اولا نقدر ناكل غير شي تميره ندوز بها النهار كامل، ما كنحس لا بجوع لا حتى شي حاجه، ولكن في نفس الوقت هي باغيه تغلط. كتعرفي بان الماكله كتلعب دور كبير في زياده الوزن، دونك كيخصكي تاكلي مزيان. علاش؟ الا ما كليتيش مزيان، يعني ملي تفيقي في الصباح تفطري واحد شويه صافي، وتبقاي ملي مجبداها حتى الليل وتنقبي عاوتاني غير شي ديسير ولا شي حاجه، راه يعني هنايا الحجم ديال المائده ديالك كيصغار. دونك تاكلي غير جوج دغيماس دغيا كتشبعي، لان الحجم ديال المائده ديالك كيكون صغير، لانك بطبيعه الحال ما كتاكليش وما كتعطيش الاكل الكافي لراسك. بعدا اول حاجه باش تعطي للجسم ديالك طاقه وحيويه، لانك الا ما كتاكليش دائما غادي تحسي بالعياء، تحسي براسك مرخيه، ما قادره ديري حتى حاجه، ديما فشلانه رجولي مالي انا دايره بحال هكا، وهي راه من الماكله. يعني الماكله راه انا براسي مجرباها، الا غير ما تغديتش راه كنحس براسي قربت نسخف، وانا البنات وكاله ما نكذبش عليكم، كناكل كيعجبني ناكل، وكيعجبني ناكل في الوقت. يعني الا غير فات عليا الوقت بساعه ساعتين ما كليتش في الوقت، صافي كنبغي نسخف. بعد اول حاجه الطونسيون كيهبط ليا، كتجيني الدوخه وكنبغي نسخف، يعني كيخصني ناكل في الوقيته ديالي، كنحس براسي يعني فشلانه لواحد الدرجه اللي ما غاديش تقدروا انكم تخيلوها. على داكشي كنقول لكم كلوا في الوقت، فتصوري معايا انتيا تنوضي فتره من الصباح حتى العشيه، اولا تقدري ما تاكليش كاع حتى لغد ليه. راه كاينين بنات، كاينين بنات كيتواصلوا معايا وكيقولوها لي، ما عندكش الشهيه ما قادرش تاكلي، غادي تاخدي شي سيرو من الفارماسيان، مثلا نورافيت ولا بيرفيتال، تاخدي معلقه في النهار قبل الماكله بنص ساعه، كيفيق لك هذاك الجوع، كتولي تاكلي مزيان. وهنا خصكي تستغلي هذه الفرصه اللي عندك ديال انك وليتي كتاكلي مزيان، وتاكلي حاجات اللي هما صحيين بطبيعه الحال، ماشي تاكلي اي حاجه اللي ما غتعطيك حتى شي فائده للجسم ديالك، لا كلي ماكله اللي هي صحيه. دونك البنات اللي كيقولوا لي ما عندناش الشهيه ما كنقدروش ناكلو، كنصحكم انكم تاخذوا نورافيت ولا بيرفيتال، بشرط انكم ما تطولوش فيه مده طويله، اولا تاخذوه مثلا ثلاثه المرات ولا اربعه المرات في النهار، كاين اللي كيديرها، لان هو شي شويه فيه لاسي بروبتادين، دونك شي شويه مضر بالصحه الا طولتي فيه لواحد المده اللي هي طويله. يعني هاد السيرو هذا غير باش يفيق لك الجوع، تستغلي هذاك الجوع اللي فيك، تاكلي اكل اللي هو صحي باش تعطي للجسم ديالك طاقه. اما الا بقيتي نهار كامل بالجوع بحال اللي صايمه، راه ما غاديش تزيدي في الوزن، واخا تاخدي مكملات غذائيه، واخا ديري وصفات طبيعيه، واخا ديري اللي درتي، ما غاديش تزادي في الوزن، لان الماكله شي حاجه اللي مهمه وضروريه بزاف. واحد السؤال البنات كيوصلني بزاف، مثلا فاش كتواصل معايا شي بنت كتقول لي انا ضعيفه بغيت شي مكمل غذائي ولا شي حاجه اللي غتزيدني في الوزن، مثلا كنعطيها الاسم ديال شي مكمل غذائي ولا شي حاجه اللي كتكون خاصه بزياده الوزن، كتقول لي على شحال غادي تبان لي النتيجه، قولي لي بالضبط شحال فوقاش غنوصل للنتيجه اللي بغيت. هذا السؤال هذا ما كنجاوبش عليه، لانني ما عنديش اجابه ليه، ما نقدرش نقول لك خدي هذه الكينه هذه غتزيدك في الوزن من هنا 15 يوم ولا من هنا شهر ولا من هنا شهرين غتكوني تزاديتي، لان كل وحده ولي زومون ديالها، كاينه اللي دغيا كتزاد، يعني ما كيكون عندها حتى شي مشكل، غير كتكون رقيقه ولا عندها وقع لها شي مشكل مثلا خلاها ضعف ولا شي حاجه، دونك الوزن ديالها كينزل، فان فوا كتاخذ شي حاجه كتعاود ترجع للوزن ديالها العادي. وكاينه اللي مسكينه كتكون مريضه، مثلا فيها فقر الدم، مثلا عندها بومزوي، عندها ديدال البطن، الاعصاب، شي نقص شي فيتامين، الغده الدرقيه، مثلا كاينين بزاف ديال الامور كيخليو الانسان ضعيف، فهنايا هذه كتكون شي شويه صعيبه باش انها تزاد في الوزن، واخا كتزاد ما كتوصلش للنتيجه اللي بغات 100%، فهمتوني؟ يعني كتزاد غير واحد شويه وصافي، يعني ما كتوصلش لداك الشيء اللي بغات.
فهاد السؤال هذا كيجيني بزاف وصراحه ما كنعرفش الجواب ديالو، لان كيما قلت لكم كل وحده ولي زغمون ديالها، كاينه اللي قابله للزياده دغيا وكاينه اللي مسكينه ما كتزادش. عطيني شي حاجه اللي غتزيدني في اسبوع. هاد السؤال هذا حتى هو كثير بزاف وكيتعاود بزاف من طرف بزاف ديال البنات. مثلا كيكون قريب العرس ديالها، مثلا ما بقى ليه والو كتبغي تزاد دغيا، اولا كتبغي تحضر في شي عرس تلبس تكشيطه تجي معاها تبان فيها، فكتقول كعطيني شي حاجه اللي غادي تزيدني في ظرف اسبوع. ما كايناش شي حاجه البنات اللي كتزيد في ظرف اسبوع. الا بغيتي شي حاجه اللي هي صحيه وغير مضره، يعني تزادي زياده اللي هي طبيعيه، راه ما غاديش تزادي في اسبوع نهائيا. ما كاينش شي حاجه اللي غادي تزيدك في اسبوع نهائيا، وخا تاخذي حتى دوك الكينات ديال لاسيبرويتادين اولا ديكساميتازون، ما غاديش يزيدوك في اسبوع. بعد النتيجه كتبان من 15 يوم للفوق، عاد كتبدا تبان لك النتيجه. الا خديتي مكملات الغذائيه اللي كيكونوا بدون اضرار، هذوك راه كتبدا تبان لك النتيجه من الشهر الاول. وكيف ما قلت لكم كل وحده ولي زغمون ديالها، كل وحده مناش كتعاني واللي ما كتعاني من والو راه دغيا كتزاد في الوزن. والبنات اللي كياخذوا مكملات غذائيه وكيعولوا غير على داك المكمل الغذائي انه غيزيد لهم في الوزن، لا البنات ضروري كيخصكم تاكلوا مزيان باش كتوسعوا الحجم ديال المائده. واخا تشبعي كولي مزيان، يعني دوك الدغيمات اللي كتزيدي من مورا ديك الشبعه هما اللي كيوسعوا لك الحجم ديال المائده. وهنا الحجم ديال المائده فاش كيوسع كتبداي تاكلي اكل اللي هو كثير اكثر من اللي كنتي كتاكلي في الاول، وهنايا بطبيعه الحال كتزادي في الوزن بواحد السرعه. ماشي الا كنتي غير كتنقبي ما كتاكليش مزيان وكتاخدي شي مكمل غذائي ما غاديش يعطيك نتيجه، لان المكملات الغذائيه كيخصكي تاكلي معاهم اكل اللي هو صحي. والمده اللي تخلي ما بين كل مكمل ومكمل غذائي واحد اخر وهي شهرين ولا 3 شهور. يعني مثلا كنتي كتاخدي نوراكس هي كتاخديها 3 شهور، الا بغيتي توقفيها كتوقفيها واحد شهرين وعاد كتعاودي ترجعي ليها، اولا كتبدليها بشي مكمل غذائي واحد اخر. كيف ما كنقول الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، دونك من الاحسن انكم توقفوها واحد الشهرين عاد عاودوا رجعوا ليها، اولا مثلا خذوا شي حاجه اخرى. والبنات اللي كيبغيو يخلطوا مثلا السيرو مع الكينه، واخا تقول لك هذه راه صحيه ما فيهاش اضرار واش ممكن انني نخلطهم، لا ما تخلطيهمش. والبنات اللي كيبغيو يخلطوا مثلا السيرو مع وصفه طبيعيه، هذه راه انتغدي ما تخلطيش نهائيا، لان حاجه طبيعيه مع حاجه كيماويه راه كتولي حاجه توكسيك، دونك لا ما تخلطيش. بغيتي ديري وصفه طبيعيه مع السيرو اه ديريها، ولكن بشرط انك ما تخلطيهمش. شربي السيرو بوحدو وديري الوصفه الطبيعيه بوحدها، ولكن داك السيروم الاحسن انه يكون بحال دابا نوراكس، بحال ابينات، بحال فيتاتين، دينافيت، هادو كاملين مزيانين، ولكن ما تاخديش ديك السيروات ديال لاسيبرويتادين. بزاف ديال البنات كياخذوا خميره الشعير وما كيعرفوش الطريقه الصحيحه باش يزيدوا بها في الوزن. بالنسبه لخميره الشعير كتخدم من مورا الماكله، علاش سميتها بعدا اصلا هي خميره؟ لان كتخمر لينا ديك الماكله اللي كناكلو، فكتخدم من مورا الماكله باش كتخمر لك هذاك الشيء اللي كتاكلي، وهذا الشيء كيساعدك لانك تزيدي في الوزن بطبيعه الحال. اما الا خديتيها قبل الماكله فهنايا تقدر انها تضعفك. دونك البنات اللي باغيين يزيدوا في الوزن بخميره الشعير من مورا الماكله، والبنات اللي مثلا كياخذوها غير على حساب تساقط الشعر او اللي يقووا بها الاظافر ولا شي حاجه اخرى، خذوها قبل الماكله. العيالات الحاملات ما كنصحكمش انكم تاخذوا شي مكمل غذائي من غير الا خرجوا لكم الطبيب. اصلا انت كتكوني حامله وخصوصا في الشهور الاولى ما كيخصكيش تاخذي شي حاجه اللي كتفتح لك الشهيه حتى الا خرجها لك الطبيب، لان ديجا تيكون عندك بزاف ديال لي فيتامين، بزاف ديال الحاجات اللي كيكونوا خاصين بالمراه الحامل ما كيخصكي تاخذي معهم حتى شي حاجه اخرى. المراه المرضع ممكن انك تاخذي ابينا، تاخذي اوروستيم، تاخذي دينافيت، فيتاتين، نوراكس، هادو كاملين مزيانين وكيزيدوا لك حتى في الحليب. وهذا الشيء اللي كاين البنات. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. غير اليوم حيت عندي الخدمه بزاف ما خديتش بزاف ديال الاسئله على داك الشيء، ان شاء الله فيديوهات اخرين غادي نجاوب على بزاف ديال الاسئله اللي تيكونوا متعلقين بالزياده في الوزن. عندها اي سؤال تخليه ليا لتحت في لي كومونتير، راني غادي نجاوبها ان شاء الله. انتم شنو كتبتوا؟ خدمه خدمه. السلام عليكم.